فوزا عظيما. إن كنت ترجو رحمة وثوابا لذ بالكريم وتب إليه متابا. وإليه مد يديك واسأل خاشعا ما خاب عبد لو يدق الباب. واجعل وسيلتك الصلاة على النبي حي النبي وآله الأطياب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا أبي عبد الله الحسين، أرواحنا له الفداء. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نصدر الحديث بجملة ذهبية من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة. جدا مهمة هذه الكلمة التي تشكل محور الحديث هذه الليلة، بأن إمامنا وسيدنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يطلب من الله أن يجعل نيته أحسن النيات، عمله أحسن الأعمال، بشرط أن يصيب السنة، يعني بشرط أن يصيب الهدف الصحيح. إذا كان النية متصير صحيحة، هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم من الأيام النبي جالس مع بعض الأصحاب فرأوا شابا جميلا له جلد، يعني شاب نشط مفتول العضلات طويل القامة جميل. قالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يا ريت هذا الشاب كان يصرف نفسه مثلا في الجهاد في سبيل الله، يصرف نفسه وقف الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لو نوى، هاي النية في القلب، أن يعمل لأطفال صغار فهو في سبيل الله. رجال على باب الله رايح من أول الصبح يشتغل عنده أطفال، يريد يوفر على أطفاله، هذا عمل جهاد في سبيل الله، هاي النية هي مهمة. بهاي النية: ولو عمل لأبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. شاب عند أب كبير، عند أم عجوزة، يروح يخدمهم، هذا عمل أيضا في سبيل الله. ولو عمل هذا الشاب في سبيل امرأة يعف عليها زوجته، لأجل أن زوجته لا تمد إيده لأحد، يقدر يوفر عليها الرزق، فهو في سبيل الله. ولو صرف هذا العمر وهذا الشاب
في سبيل غير الله فهو في سبيل الشيطان. يعني واحد الله سبحانه وتعالى من طيل قوة، من طيل الجلد، من طيل الشباب، يصرف في سبيل الشيطان، أي طرق الشيطان كثيرة. أي نعم، هذا النية تأخذه. شوف إخواني، النية إلى درجة مهمة. ساي أقف بالحديث، شخص مر ونزل من فرس راد يروح للنهر يشرب مي، شاف الفرس الآن ممكن يضيع فيريد يشد مكان، ماكو صحراء، طلع مفتاح طويل، عفوا مسمار طويل، ضرب المسمار بالأرض وشد الحبل، حبل الفرس حتى الحيوان لا يضيع، راح شال مي ورجع ركب، راح اجى انسان ثاني شاف عجيب بالطريق ضاربين مسمار. ليش مسمار؟ قال هذا المسمار ممكن واحد يمشي يتعثر به، ممكن في الحيوان يتعثر به، شلع المسمار ذب على جانب. فلهما اجران، هم هذا يحصل الاجر. ليش؟ هذاك ضرب بنيه صدقه جاريه، الثانيه ضرب بنيه ازاله العثر عن طريق المسلمين، شال المسمار، اثنينهم يحصلون الاجر. شوف النية ايش قد مهم، العمل عمل واحد او العمل مختلف، النية شنو؟ هاي النية هواية مهمة. وانتهي بنية، طبعا الليلة الماضية تحدثنا الى احسن النيات، بعد وبعملي الى احسن الاعمال، اريد اضرب السنة اصل. يا اخي ناس التاريخ يقرأ، اقرب التاريخ، رجال عليه سيماء الصالحين، سيماهم في وجوههم، حافظ القرآن، خرج قربة إلى الله لحرب علي بن أبي طالب، زين بالنهروان، إجار محب خاصرته، عجيب التاريخ. هذا الملعون شال الرمح أكثر، دخله هو الدم ده يطلع من عنده، رمح بدل ما يطلع دخل الرمح حتى أسرع يروح إلى جهنم. وقرأ هاي الآية، قال وعجلت إليك ربي لترضى، إليها إلهي أنا مستعجل أجيك للجنة. هذا ما أصاب السنة، هذا قول صحيح، نية صحيحة، عمل أنه طالع جهاد في سبيل الله صحيح، ولكن ما أصاب السنة، هذا أصاب الشيطان، راح في طريق الشيطان إلى جهنم وبئس المصير. هاي واي مهم أن الإنسان يشوف الهدف شنو، أي عمل اللي تعمل بينك وبين الله. ولذلك لما يسأل من الإمام زين العابدين سلام الله عليه ابن رسول الله ما هو الإخلاص، قال الإخلاص أن ترى أن لا يجازيك أحد إلا الله، هذا يقول له إخلاص. يعني أنت مثلا اسخلي لك مي السبيل، مو مهم يكتبون هذا أوقفه فلان ابن فلان أو على روح أبو فلان، المهم الله يرضى بي، المهم رضى الله، أجري أخذ من الله، مو مهم يكتبون اسمه ومكتبه اسمي، هذا المهم. أي عمل اللي يصدر من عندنا رجال نساء الهدف يكون كسب رضا الله فقط وفقط، الناس شنو يقولون، الناس يمدحون، الناس يذمون، هذا مو مهم. اللي يبقى لك أحسن الأعمال هنا، اللي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وانتهي بعملي إلى أحسن الأعمال. طيب إذن الأعمال لها مراتب، الأعمال تارة واحد كما قلنا في الليلة الماضية أيضا يعمل خوفا من نار جهنم، ممتاز، يعمل طمعا في الجنة، هذا ممتاز، إنما هذاك اللي أكثر أحسن عملا ذلك الذي يعمل لرضا الله لا طمعا في الجنة ولا خوفا من النار، الذي يبكي للحسين سلام الله عليه لأن الحسين أهل أن أكون مخلصا له، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة ماري الثواب، حتى لو ثوابا ما بي أبكي على الحسين، هذا الصحيح، أن الهدف هو إحياء ذكر الحسين سلام الله عليه، الإنسان يشوف الحسين عليه السلام جدير بأن يحيى ذكره شلون ما كان. طيب هنا نشوف القرآن في سورة الملك يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يمتحنكم أيكم أحسن عملا، فرق بين أحسن عملا وبين أكثر عملا، الحجم مقابل الكيفية، ياهو الأفضل، أكو واحد حجم أكبر
كيلو وان شلغم ياكل، هل هذا يشبع؟ هل هذا يفيد جسمه؟ بمقدار ان واحد ياخذ 50 غرام كباب هذا قوته اكثر من كيلو وان شلغم، هذاك حجمه اكبر، هذا كيفيته احسن، احسن عمله. مثال مادي انا جبت، المثال المعنوي نفس الشيء. اكو واحد من الليل للصبح يصلي ولكن يطلع من الخوارج، اكو واحد بيجي يصلي الصلاه الواجبه ولكنه اصاب الطريق، احسن عمله. العمل الاحسن يوصل الانسان الى درجه طيبه. هنا نتذكر روايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لقيس ابن عاصم، قيس بن عاصم رجل طاعن في السن من الناس الذي كان بالجاهليه هواي معمر واخر عمره صار مسلم، على كل تاريخه هواي مفصل. قال له رسول الله: يا قيس اعلم بان مع العزه ذله. مو دائما بالدنيا انت تبقى عزيز، العزه لله طبعا، المؤمن دائما عزيز بعزه الله، لا كلامنا عن الدنيا هاي، يوم غني يوم فقير، يوم عندك يوم ما عندك، يوم انت تراجع الناس يوم الناس يراجعوك، انما على عزة ذلة. وان مع الحياة لآخرة، وان مع الدنيا لآخرة، وان مع الحياة لموتى. واعلم كلام رسول الله، واعلم بأنك سوف تموت وتدفن ويدفن شيء معك وأنت ميت وهو حي، وهو عملك. عمل الإنسان إخواني، العمل يصدر من الإنسان، خلص 5 دقائق واحد قال كلمة انتهت، لا، هذا العمل يبقى ويبقى ويبقى إلى يوم يبعثون وياك، إن خيرا فخير وإن شر فشر، وهذا العمل يدفن معك. عجيب كلمات رسول الله، العمل يدفن معك. عندك عمل صالح إن شاء الله كلكم من أهل الأعمال الصالحة، العمل الصالح يدفن معك. دققوا قبل ما أكمل رواية رسول الله، هاي الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب، أي كلمة طيبة تطلع من عندك، مثلا من عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. إليه يصعد الكلم الطيب. أما الجملة الثانية الناس ما يلتفتي لها، يقول والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب شنو اللي يرفعه؟ يرفع العمل الصالح. يعني أقول لابني بابا صلي، بشرط لي أنا ما أصلي أسوي عمل صالح، هذا عمل الصالح يرفع هاي الكلمة الطيبة إلى الله. إذا واحد يقول كلمة طيبة ولكن بدون عمل، رسول الله يقول هذا العمل يصير خبيث، وهاي الكلمة ما تصعد إلى الله، تضرب على رأسه. أقول للناس اتقوا الله، عمل طيب كلم طيب، هذا اتقوا الله يريد وراء عمل صالح، إذا أكو وراء عمل صالح العمل الصالح يرفعه يصير حلو. قول وعمل، احنا بنقول باللغة العامية الإنسان المؤمن الحر قول وفعل، يعني ورا ما قلت أعمل بما أقول. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، هذا ابني كثير يحب التمر وصاير حرارة بجسمه، فما يسمع كلامي ولكن يقدسك، يسمع كلامك، أنت انصحه. النبي قال لها: إن شاء الله اليوم المقبل روحي باشر تعالي. جاءت اليوم المقبل، رسول الله نصح الولد، الولد من قبل كلام النبي باس إيد النبي. الصحابة قالوا: يا رسول الله، هذا الكلام البارحة شنو تقول؟ قال: لأني كنت في البارحة قد أكلت التمر. الإنسان اللي هو يأكل تمر ما يصير يقول للناس لا تأكلون تمر، من يقول للناس لا تأكلون تمر كلام يأثر، إذا هو ما ماكل. إذا أنا صايم أقول لكم صوموا، ما يصير أنا ما صايم أقول صوموا، ما يصير أنا ما أصلي أقول صلوا، ما يصير أنا أدخن أقول لابني لا تدخن. أنت الأب أسوى لابنك، إذا أنت تدخن لا تقول لابنك لا تدخن، ما يأثر. أول أنت أترك التدخين إذا مضر، بعدين قول لابنك. ماديا معنويا الإنسان يعمل بما يقول. زين، نرجع على كلام رسول الله. قال: يا قيس لابد يوم من الأيام تموت
ويدفن معك شيء وهو حي. قرين، قرين الفتى، هذا اللي قيس استأذن من رسول الله أن يجعله في شعر. ذاك واحد من أصحاب رسول الله اسمه صدصال، جابهن بالأبيات. تخير، الله كلمات تهز الإنسان في الواقع. تخير خليطا من فعالك إنه قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. ولا بد من يوم تراه تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبلون. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله أناخ عشيا وهو في الصبح يرحل. إخواني إحنا ضيوف، أنا ضيف على أهلي، أنت ضيف على أهلك. الضيف يجي ليل الصبح يروح، بعض الضيوف أكثر يبقون، إحنا أكثر باقي. ألف رحمة على روح هذا الرجل أبو رضا خادم هذا المسجد. البارحة هنا كان، هنا ويانا، شوف صورت عند الباب، سلم علي صافح أناخ عشيا الآن تحت التراب. اترحم علي رحمة الله عليه، خادم المسجد. ألا إنما الإنسان ضيف لأهله. شوفوا المثال واضح، هم السابقون ونحن اللاحقون. عد هذا العمل يبقى مع الإنسان عظيم. هنا الكلام عظيم. أذكر لكم قضيتين على السريع بمقدار ما تسمح لي الفرصة. القضية الأولى، الله يرحم المرحوم الشيخ بهاء الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه، يقول كان عندي صديق آنذاك كانت الحوزة العلمية الشيعية المهمة في مدينة اصفهان. يقول عندي صديق من كبار العلماء، هذا الصديق كان أيام الخميس بعد الظهر يروح إلى مقبرة الموتى اسمه تخت فولاد في اصفهان موجودة، يروح هناك يبقى إلى أذان الصبح من يوم من ليلة الجمعة، يأخذ عبرة يشوف العجائب. حقيقة إخواني يوم من الأيام إذا شفت رواية معدنا على هذا الشيء، إذا شفت يوم من الأيام قلبك ملشوم ضايج، روح للمقبرة شوف يا ما شخصيات، يا ما علماء، يا ما أثرياء، يا ما حلوين، شنو تريد هناك نايمين؟ أنت ميجي يومك، أنا ميجي يومي، تأخذ العبرة. عندنا بالرواية، وإذا يوم من الأيام إجاك خبر مفاجئ أنه أنت صرت اليوم مليونير، ابن عمك توفى وخلف لك ثقل من الإرث، إذا هواي فرحت أيضا روح للمقبرة، أخذ العبرة، شوف ذول النائمين كان بيهم ناس أثرى من عندك، خلصوا وراحوا رحمة الله عليهم أجمعين. فهذا العالم كان يجي يوم الخميس بعد الظهر إلى المقبرة إلى أذان الصبح من يوم الجمعة يأخذ العبر. الشيخ البهائي يذكر يقول صديقي قال يوم من الأيام أجد دخلت المقبرة، فدمر التفتت كأنه ما حد ماكو بالمقبرة، ما حد ماكو، وجابوا جنازة، الجنازة أكو عليها ورود ومبين شاب هذا المتوفي، الله يحفظ شبابنا إن شاء الله. أنا وقفت أنظر عادي، أجوا حفروا قبر، دفنوا هذا الولد الشاب
في قبر هاي المنزل الأخير. راحوا يقول لما راحوا الناس فد مرة شفت المقبرة شالت ريحة عطر ما شم مثلها، عطر عجيب، وشفت إنسان أجمل وجه بعمري شايف، جميل، ملابس بيض حلو معطر. إجا 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 وصل إلى هذا القبر الجديد، أشار إشارة، الحجارة راحت، الصخرة توخرت، نزل بالقبر والصخرة إجت مكانها. شنو ده أشوف؟ عالم المكاشفة طبعا، عالم البرزخ. يقول أنا وقفت، شنو ده أشوف يا ربي؟ وين الناس ليلة الجمعة؟ ما حد ماكو. يقول ما مضت لحظات إلا وشفت فد مرة الهواء الجو تغير، الجو صار حار وريحة جيفة نتنة، شال المقبرة، نظرت وإذا بكلب أسود أجرب من خياشمه يطلع نار، هاي أظافر مثل البسامير يخوف. أنا واقف لأشوف، اجى على نفس القبر، اجى على نفس القبر، اشار اشاره، الحجاره توخرت، نزل بالقبر. يا الله يا الله، اللهم ارحم شيعة امير المؤمنين ومحبيه. لحظات واذا شفت ذاك اللابس ابيض الجميل طلع، بس كل جسمه دم، هذا الكلب مخرمش ومؤذي، ملابسه كلها مدمات، مجروح، بس الكلب ظل. وطلع هذا الأبيض يقول ركضت وراه، أجل قلت أقسم عليك بالذي خلقك من أنت؟ يقول شافي فد نظرة، قال لي أنت من أهل الدنيا؟ قلت له إيه، قال هنا أنا عالم البرزخ، الله كشفه قدام عينك حتى تشوف، هاي عالم الأموات. قلت إيش ده أشوف؟ قال هذا الشاب اللي دفن كان عنده أعمال صالحة وعنده أعمال غير صالحة، أعمال الصالحة اتجسدت بي. شوف شلون جميل، هذا كلام رسول الله، ولا بد لكل إنسان من قرين يدفن معه وهو حي. هذا الأعمال الصالحة قلت زين. قال وذاك الكلب الأجرب الأسود المخيف أعمال الطالحة، هاي بعض الأوقات صلاة ما كان يصلي، بعض الأوقات كان على كل، ما يهتم بدينه، ما يهتم بصومه، ما يهتم بتقوى. صارت تجسدت هذا الكلب، بمجرد أن يدفن الإنسان، أنا وأنت هم ترى مثلهم، لا تتصور، كلام رسول الله، قرين الفتى في القبر ما كان يفعل. يقول إحنا ندخل ويا الميت، إذا أعمال الصالحة أكثر تتغلب تطرد الكلب، إذا أعمال الغير صالحة أكثر تطرد المؤمن. مع الأسف هذا الشاب كان أعمال الطالحة أكثر وطردني، وسيبقى قرينا وأنيسا لهذا الميت إلى يوم القيامة. اللهم ارحمنا، هذا واقع، هذا واقع، كلام رسول الله ما يحمل غلط. إخواني خلينا نسوي فشي إن شاء الله ببركة الحسين سلام الله عليه، لون لي يومين اللي دزنون ينزلون بقبري، عندي أعمال إن شاء الله ما عندنا أعمال طالحة، إن شاء الله الله يغفر لنا. وأكو مجال الآن يا مؤمنين ويا مؤمنات، حياكم الله، صلاة الليلة صلوها سهلة، خليلك في القرآن يمك، خلي بي إشارة، أربع ركعات، كل ركعتين تشهد وسلام، كل ركعة بعد الحمد تقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، يأخذ كل ركعة ثلاث دقائق، الكثير ثلاث دقائق. أنا صليت وإجيت ما أشير وما أشير أقول لكم، أنا صليت عشر دقائق، إذا صلي بـ 12 دقيقة، هاي الصلاة إذا واحد صلاها أقل فائدة اللي بيها كيوم ولدته أمه، نظيف. اللهم صل على محمد، يعني إذا هالليلة أنا متت بعد ذاك الشرب ما يجيني، كلها أعمال صالحة، إن شاء الله عمركم طويل. أكو عمل ثاني أسهل من هذا، رسول الله يوصي حيف عمركم لا ينقضي بالبلاش، هاي تأخذ دقيقتين وقت، هنا نصلوها ركعتين صلاة ليلة الاثنين، كل ركعة بعد الحمد سبع مرات قل هو الله واحد، بالله عليك هاي صعبة،
ولما خلصت 7 مرات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقل فائدة اللي فيها غفر الله له ذنوبه. شو دائما رسول الله الأئمة الطاهرون عليهم السلام ينطوكم طريق الفرار من البلاء والتوجه للعذب الكريم وتب إليه متاب. هاي القضية الأولى، قضية المرحوم الشيخ البهائي، موجود في كتاب راجع شوف. القضية الثانية، واحد من كبار العلماء اسمه بهاء الدين الترمذي، من علماء الشيعة طبعا مو من علماء السنة، ترمذي لقبه، عنده كتاب اسمه تنبيه الغافلين، مطبوع عندي يا كتاب الآن هنا عندي يا تنبيه الغافلين. في كتاب تنبيه الغافلين يقول امرأة شابة ماتت، اللهم اشف كل مريض، نعوذ بالله، ممكن كان بها سرطان، ممكن ما أدري، على كل ماتت، الموت حق، أهلها شالوا غسلوها كفنوها دفنوها جابوها للدفن، فحفروا لها حفرة، لما القبر صار جاهز اطلعكم المصدر تنبيه الغافلين شيخ بهاء الدين الترمذي، هناك طابع القصة يقول وإذا القبر صار جاهز وإذا بهم رأوا ثعبان أسود مخيف، هذا حفار القبر بالمسحاء اللي بيده ضرب على رأس الحية، الحية فلتت من إيده، أهل البنية خافوا قالوا خلص هنا ادفنوا القاع هناك، اجوا حفروا قبر شوية أبعد، القبر صار حاضر نفس الثعبان، طلع ثعبان أسود مخيف. هذول تحيروا ليش الله سبحانه وتعالى أنطق هذا، الله أنطق هذا الثعبان، سمعوا منه صوت، قال أنا أنيسها إلى يوم القيامة لأنها كانت مستخفة بصلاتها، متاركة مستخفة، صار ما صار أكثر الناس هالشكل، فكيف تاركوا صلاة كافر، خلي يخلص نفسه. الإمام محمد الباقر عليه السلام في رواية صحيحة يقول الحد بين الإيمان والكفر، ماكو احنا عندنا دولتين حدود بيننا وبين سوريا، شنو هذا حد، هذا خط بين دولة الإيمان وبين دولة الكفر، شنو؟ الإمام الباقر عليه السلام يقول ترك الصلاة، تارك الصلاة كافر، ذاك قبره حفة من حفر النيران، لا هاي مرة مسلمة كانت مصليهم كانت مستخفة بصلاتها، صار ما صار بعدين نصليها بعدين نقضيها، كثير من الناس قضية مو سهلة إخواني. أنا في سفرة كنت بالحج، الطيارة تطير قبل أذان الصبح تصل إلى المقصد بعد طلوع الشمس، زين واجب عليكم يلي راكبين بالطيارة تصلون بالطيارة، واجب صلاة الصبح لا تفوتكم، طيارة جامبو كانت أبو 500 نفر أكثر، مجموع اللي صلوا أنا وياي 8 حاج جايين من مكة، يا ناس حاج ما جايين من تايلاند، إذا من مكة جايين أي واحد إيه سيدنا يسا بعدين نصليها، ما نقدر هنا المرحاض مالنا نجس، هاي أعذار، أنت قبل ما تطيل الطيارة روح توضت حضر، بس صار وقت الصلاة بالطيارة صلي، الدنيا ما تنقلب، عرفت؟ مستخف يعني ما صار لسه بعدين نصليها، هاي أكثر الناس هاي عقليتهم، مع ما رسول الله يأكد صلاة أول الوقت، قال علي بن أبي طالب إمامنا روحي له الفداء الصلاة في أول الوقت، اسمعوني يا أهل الدنيا، الصلاة في أول الوقت جزور، والصلاة في آخر الوقت عصفور. هذا من باب كما يقول العلماء تشبيه المعقول بالمحسوس، جزور يعني الجمل الشاب عمره 5 سنين هم يركض سريع هم إذا نحره يعطيك 250 كيلو لحم، هذا الجمل ايش قد قيمته، اذا عندك سفر خذك جزور يوصلك منها للنجم 3 ساعات، اذا عندك ضيوف 250 كيلو لحم يعطيك، اعتبر يشبع 1000 نفر،
أما الصلاة في آخر الوقت عصفور، واحد يقدر يركب العصفور. هسه نفرض أن ركبت العصفور يوصلك، العصفور هو ما يقدر يوصل. زين، لحم ما بي، أكبر عصفور بالعالم يذبحه ما يشبع ولا واحد، كيلو لحم ما بي. مو هالشكل الإمام يمثل، يقول إذا صلاتك تصليها أول الوقت هم لحمها زايد، هم توصلك سريع إلى الجنة. إذا صلاتك تصليها آخر الوقت، هسه أصبر هسه شوية بعد، أذن المؤذن يلا. ولكن بعض الناس يصبر لما تقول له، يقول باقي بعد الشمس ما طالع، كأنه لا يعني منتظر طلوع الشمس، خمس دقائق قبل طلوع الشمس يقوم يصلي. هنا أنا لا تزعلون من عندي، كلمات رسول الله، يقول رسول الله: من أخر صلاته إلى اصفرار الشمس تلجلج لسانه عند سكرات الموت. هذا اللي يأخر صلاته، هذا في سكرات الموت، كل ما يقولون قل أشهد أن لا إله إلا الله لساني ينصك، ما يقدر يقول، ما يقدر. أنا شنت هنا أنا بكربلاء، واحد مات الله يرحمه، مرحوم أخوي سيد علي الفالي، إجا علي في حال السك، كل ما قال له قول أشهد أن لا إله إلا الله لسانه مسكوك، ما كان يقدر يحكي. ولذلك مستحب أمير المؤمنين علمنا، لما أنت تتوضأ شوي خلي ما يبحرك تتوضأ، شو تقول؟ تقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، إلهي انطيني الحجة أقدر أحكي، مو قاطر، مو بإيدك حتى تقول براحتك أشهد أن لا إله إلا الله، ينصك اللسان. فالصلاة أول الوقت هذا أحسن الأعمال، أحسن الأعمال. واجعل نيتي أحسن النيات وعملي إلى أحسن الأعمال. الأعمال الحسنة كثيرة، ولكن الإنسان الذي يصنع العمل الأحسن، الذي ما يتوقع من الناس لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، تدرون من تشكر من عندهم؟ اقرأ في سورة الإنسان، هو الله يقول، يخاطب آل بيت رسول الله، يقول وكان سعيكم مشكور، الله يقول أنا أتشكر من عندكم، خلي الناس يتشكروا منك، أنت اعمل الخير، لا تتوقع الناس شنو يقولون، ما عليك بالناس. هذا هواي مهم، هاي يريد قلبي الأسد، ترى مو كل واحد يتحمل. الذي اجى واحد الحسين بن علاء، هذه القضية اللي أذكرها على السريع، الحسين بن علاء من أصحاب الإمام الصادق وأصحاب الإمام الباقر، رجل شريف محترم ثري، طلعوا قافلة أخذه من العراق إلى مكة، ما أدري 40 منزل ذاك اليوم أكثر أقل، في كل منزل هذا كان يذبح ذبيحة لحم طازج يطبخ ينطيه، والناس يقولون رحم الله والديك يا حسين بن علاء. وصل للمدينة المنورة، جاي فرحان ومسوي عمل خير، الإمام الصادق عليه السلام قال يا حسين أتذل المؤمنين؟ عجب لينا يا رسول الله، يا ابن رسول الله. الإمام عليه السلام قال له أنت لمن بالقافلة كل يوم تذبح لك ذبيحة، أكو ناس فقرة ما عندهم، يعني ما عندهم بقدر فلوسك، هذول بقضوا يا ريت احنا عندنا مثل حسين بن علاء احنا بنذبح. انت كان المفروض تذبح لتبين للحجاج انه انت الذابح، هذا كان احسن، عملك زين حسن، ولكن الاحسن احد لا يعرف حتى المتبرع منه انت، لا حتى الناس يقولون رحم الله والديك يا حسين بن علي، خلي الله يقول رحم الله والديك. دققوا وياي شوي اخواني، هاي المساله شوي مهمه، احسن الاعمال، احسن الاعمال الذي ما حد ما يدري. زين، الان الروايه اللي اقراها لكم بالنص، اول اقول هاي القضيه بعدين يعني اوضح الروايه. افرضوا في هذا المسجد اهل المنطقه يجون يصلون صلاه جماعه، كلهم ناس مؤمنين، واكو بالمصلين واحد عنده هنا دكان، تاجر محترم، صلاه اول الوقت يجي يصلي، هذا التاجر المحترم. يوم من الايام دحسته سياره، رجله انكسرت، جبسوا رجله 6 شهور، سكر الحانوت ماله بعد ما يقدر يشتغل، وضعت خربط شوي شوي تنازل، امواله راحت، رجله ما صار زين، صار بيه شلل، صرف كل فلوس الدكان على رجله ما صار زين، باع بيته
صرفت على ما صار زين، صار فقير. اجي شخص ثاني من المؤمنين من الصلحاء من الطيبين، اجي سأل بالمسجد قال وين فلان؟ قالوا هذا ضربة سيارة ورجله وكذا. قال أنا أنطي. اجي من جديد انطى فلوس، انطى بيته، انطى انطى إلى آخره. زين، هذا المنفق، دقق شواني وانا اريد اخذكم، هذا المنفق المؤمن اجى للسوق، واحد قال له بابا حج فلان هذا خطير جدا انكسرت، هذا ما عنده. هذا المنفق المفروض لا يحكي، اذا قال ايه الحمد لله احنا انطيناه ووضع صار احسن الحمد لله ساعدنا ما قصرنا وياه. الامام يقول ثوابه من 70 صار واحد، لأن هذا كان صدقته خفية الآن أظهرها. زين، إجا رجل ثاني قال له بابا أنت قاعد هنا ترى حج فلان رجلة مكسورة. قال إيه انطيناه يعني أنتوا إيش قاعد تقولون؟ ما أنا انطيته كل شيء انطيته. الإمام يقول أجر الواحد اللي يروح يصير رياء، إذا قال للشخص الثالث يصير من أهل جهنم. تفضلوا، هاي الرواية بالدقة أقرأ لكم إياها، الرواية بالدقة أقرأ لكم إياها بالنص، كتاب الكافي مرحوم الكليني، رواية صحيحة عن سيدنا ومولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام. الإمام قال الإبقاء، وكلام الإمام ده أقرأ لكم إياه، الإبقاء على العمل أشد من العمل. أنا سويت عمل، صرفت على هذا الفقير 100 مليون دينار من طيته حلو لله، إيه الإبقاء عليه هذا اللي تقدر تصير تحفظه بصدرك لو لا. الأصعب من 100 مليون أن تحفظ السر، تحفظ ما يوجه الناس. الإبقاء على العمل أشد من العمل. بعدين الإمام شرح، يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له. رجال رجلا كسرت، أنا إجيت طيت 100 مليون ما حدا ما يدري الله، فكتب له سترا، ثواب الستر 70 مرة أكثر من ثواب العلن، كتب له سترا ممتاز أحسن الأعمال حصلت، وأجعل عملي في أحسن الأعمال. ثم يذكرها أول مرة، قال لي أصدقائي بالسوق قال ترى هذا أنا طيت 100 مليون، فتمحى ثواب السر وتكتب له علانية. كلام إمام معصوم يا ناس، كلام الإمام الباقر، ثواب السر يروح يكتبوا لي أنا أعلن، أعلن لأهل السوق أنا انطيت، فتمحى وتكتب له علانية. زين، اليوم الثاني ثم يذكرها، هم قال احنا انطينا عمي الحمد لله حالة تحسن، ترى هواية يكون ناس الشكل مو قاصد بس لازم نعرف المسألة، ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء، يعني أهل الرياء من أهل جهنم خلص، مو بس ثواب 100 مليون مصارف أخيرا جهنم. احفظ الستر، احفظ ما وجه الناس. عزيزي، رواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول العمل الخير خير ولكن انظر أيهما أفضل رغبة عند الله. يعني شنو أفضل رغبة عند الله؟ خلي أمثل لكم مثال. تارة أنا أعمل عمل، أنا الآن في حال طواف، يجيني واحد يقول لي عندي شغلة، الإمام يقول أترك الطواف روح اقضي شغلتك تعال كمل طوافك، هذا عمل خير. الأفضل من ياهو هذاك اللي أسوي شغلة. واحد صايم، هاي مسألة شرعية حلوة 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 غير صوم الواجب، أكو صيام ثوابه عظيم، اللي يصوم يوم 15 شعبان ثواب 60 سنة عبادة، إيش قال ثوابه عظيم جزاهم الله خير. زين، هسه جنابك صايم صوم مستحب ثوابه عظيم، 5 دقائق قبل أذان المغرب إجاك صديقك قدم لك شاي، تفضل. عموما شو نقول احنا؟ نقول صايم بعد 5 دقائق. امامنا شو يعلمنا؟ امامنا يقول انظر ايهما اعظم رغبة عند الله، اعظم رغبة عند الله ان لا ترد يد المؤمن، دعوة المؤمن، مقدم لك شاي لا تقول انا صايم، اذا اخذت وشربت
لك ثواب 360 يوم ضعف أكثر، كأنك 360 يوم صمت بدل يوم واحد إذا ما قلت. زين، هاي واحد. إذا قلت لأ أنا صايم بس احتراما إليك أخذ الشاي مالك ما أردك، ثواب يصير 10 أضعاف. إذا قلت لأ أصلا أنا ما أريد أبطل صومي، بعد 5 دقائق يأذن، ثوابك يصير 1، هو نفسه الصوم اللي يطول الكل. شو يريد يقول الإسلام؟ يا هو أعظم رغبة عند الله، أعظم رغبة عند الله أن لا ترد دعوة المؤمن. هواي مهم هذا. لا، أكو بعض المؤمنين أنا أعرفهم الآن، هذا كل يوم يصوم وكل يوم زوجته بناته أهله يجون يقول له بابا إحنا ندعيك، إحنا نسأل إذا هم لا يدعو صدق يصوم للمغرب، هذا حصل ثوابيا، هم ثواب الصوم الله انطاه، هم ثواب إجابة دعوة المؤمن، خمرتهم مؤمنة تدعي. إذن وبلغ بعملي إلى أفضل الأعمال. الإمام يقول الإبقاء على العمل. إخواني اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. أنت اللي سويت لك عمل صحيح، ابقي هذا العمل لنفسك. هذا الإبقاء أشد من العمل نفسه، صعب ترى واحد يريد يخليها بصدره أنه أنا رايح 45 حجة، خب ما حد ما يدري، لما انكشفته ثوابك قل. لا تكشف للناس، لا تقول أنا الله موفقني كل يوم أروح زيارة الحسين سلام الله عليه، ما يخالف، بس لا تقول للناس. هذا عدم الإظهار. إظهار العمل شوي ينقص من الإخلاص. والإمام سلام الله عليه يقول لا عمل إلا بإخلاص. والمخلصون، علي بن أبي طالب عليه السلام يقول والمخلصون على خطر عظيم. والشيطان محلف قلل الله، قال ما أتركهم من كل الأطراف أحوم حولهم، أن الشياطين يحومون حول ابن آدم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم مؤمنين. أكثرهم ينخدعون بالشيطان، خداع المؤمن هذا اللي يكون صلب. وهذا اللي نقرأ في زيارة أبي الفضل العباس سلام الله عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام، كان عمنا العباس صلب الإيمان، صلب إيمان قوي. بعض أولياء الله هكذا إيمانهم قوي. قليلا ما يذكرون عن سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله على مسلم، هذا الرجل الإمام الحسين يقول المفضل من أهل بيتي، مقام عظيم، صلب الإيمان. يا ناس مسلم بن عقيل سوى شغلة إذا ما كان مسويها اليوم ما كنا أنا وياك هنا قاعدين. الحسين كان ينتصر، يزيد كان يروح إلى جهنم، ابن زياد كان يقتل، الدنيا كانت تصير بخير، هاي دنيا، ولكن كان يخرب آخرته. شنو؟ مسلم بن عقيل عليه السلام في بيت هاني ابن عروة أكثر من 18,000 على رواية 24,000 إنسان مبايعين، يعني هو الملك، ملك في بيت هاني. هاني ابن عروة سلام الله على هاني كان شيخ عشيرة مذحج، هذول كانوا شيخهم هاني. رجل اسمه شريك ابن الأعور، شريك من شخصيات الكوفة، تمرض. ابن زياد عليه لعائل الله أهل المكر والخداع والحيلة. ابن زياد يوم اللي دخل الكوفة دخل مبرقع وجهه ولابس عمامة سودة، والناس كانوا يصوروه هو الحسين، ولذلك السلام عليك يا أبا عبد الله يقول اللعين ابن اللعين، ما كان يقول أنا مو أبو عبد الله، خداع مكار. ابن زياد، ابن زياد اللي ذي الإمام الباقر مرتين يلعن في زيارة عاشوراء، يلعن يلعن أمه وأبوه. دقق، اللهم لعن شمرا وعمر بن سعد وابن زياد وابن مرجانه، هو نفسه ابن زياد، هو نفسه ابن مرجانه. الإمام هم يجيب اسم أبوه، هم يجيب اسم أمه مرجانه، لأن مرجانهم كانت قذرة، زيادهم كان ابن، هذا اللي قال زيادة بن أبي عائشة خلت عليه هذا اللقب، ما ندري منه أبوه، ابن زنة.
أولاد حرام. هو الإمام الحسين يقول الدعي ابن الدعي، يعني نغل، النغل ابن النغل. زين، إيش قد هذا كان 400 صدام تشرخهم يصير ابن زياد، خبيث لعين. كل ما أقول لك لعين قليل قلت لك. هذا القذارة يريد يجي يزور شريك ابن الأعور. هاني بن عروة وشريك اتحدوا، انطوا بن مسلم، مسلم بن عقيل سلام الله عليه له صولات علي بن أبي طالب بطل عظيم مسلم، انطوا السيف الحاد، قالوا له تروح ورا البرد، ها هنا المريض نايم، ابن زياد يدخل، بس دخل من ورا البرد تعرق راسه، اذا ابن زياد ينقتل الكوفة كلها إلك، والحسين عليه السلام راح يجي منتصرا، وجيش العراقي راح ينتصر على جيش الشام وتنتهي المشكلة. خوش خوش ري. مسلم عليه السلام اخذ السيف حتى مطلع من الغلاف بيده السيف الحاد، وقف ورا البردة، دخل ابن زياد، ابن زياد سلاح ما عنده، ايده خالية، دخل قعد عند شريك، شريك حرك عينه، يلا مسلم ما اجى، لا اله الا الله، واحد حصابه انهارها. مره ثانيه انطى اشاره المسلم، مسلم ما اجى، ابن زياد ما بنتبه شنو الموضوع. شريك قال ما الانتظار لسلمى ان تحيوها، يعني لا تنتظر، تعال. مسلم ما اجى. مره ثانيه رابعه شريك قال ما الانتظار لسلمى ان تحيوها، كأس المنية بالتعجيل اسقوها، اركض تعالوا قتله. ما اجى. ابن زياد حسب الخطر قال شنو دي يقول، قالوا هيك مريض دي يهدي، قال خلاص ان شاء الله الله يشافيك. قام سريع طلع، ابن زياد شرد، ابن زياد راح شافوا مسلم بيد السيف، شريك ضرب على راسه، قال له ليش ما قتلته، الان كان بسلطتنا. قال شي واحد اوقفني، سمعت من الناس عن رسول الله انه قال الايمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. انا رجال ايماني قيدني، الفتك يعني الغدر، الغدر بعيد عن المؤمن حتى مع ابن زياد. الله وكيلك لو كان يقتل ابن زياد الدنيا كانت تصير بخير، ولكن مسلم بن عقيل المتدين الشريف هذا هنا يبين عند الامتحان يكرم المرء يهان. ما اريد دنيا كلمه اكذب، ما يكذب، ما اريد، يبقى. اليوم كنت اشوف روايه لطيفه، هاي هذا ابن ابي حمزه البطائني اللي البارحه بالليل ذكرت حوله، علي ابن ابي حمزه البطائني نائب خاص الامام الكاظم، وقبلهم كان نائب الامام الصادق. يوم من الايام، من العجائب هاي الروايات في الواقع، علي ابن ابي حمزه البطائني اجى عند الامام جعفر الصادق، هذا قبل ما الامام مسر جعفر عليه السلام يسجن، قال يا ابن رسول الله عندي صديق شاب موظف في حكومة بني أمية، هذا يريد يستأذن الدخول عليك. الإمام عليه السلام أذن له، دخل ولد شاب مرفه. قال الإمام الصادق مضمون كلامه، يا ابن رسول الله أنا موظف عند هاي الحكومة الظالمة، وأموالي جمعت من الحلال والحرام مثل كثير من الموظفين، أموال رشاوي هدايا مخلوط حلال حرام جمعت، الآن ندمان أريد أرجع إلى الله، ما الطريق؟ الإمام الصادق أقول الراوي علي بن حمزة البطائن الخائن اللي بعدين صار خائن، الإمام قال إن قلت لك تفعل، إذا أقول لك شو تسوي تسمع كلام؟ قال نعم. الإمام عليه السلام قال له أخرج من جميع أموالك، كل ما عندك حرام. قال سمعا وطاعه.
عجيب، قليل عندهم بالروايات هيك ناس بالتاريخ. يعني علي ابن أبي حمزة البطائني يقول هذا الولد كل ما عنده أنفقه في سبيل الله. الإمام الصادق قال له، قال إذا الأموال اللي ما أخذها غصبا من الناس تعرفهم روح انطيهم، إذا ما تعرفها ردها كلها أنفقها في سبيل الله ردا للمظالم. هذا اللي يعرفهم راح رد لهم أموالهم اللي ما أخذ منهم رشاوي، والباقي من طهر المظالم. علي ابن أبي الحمزة يقول دفع ودفع حتى ثياب جسمه طلع صار عاري. دقينا قال أنا ما عندي ثياب عاري. يقول إحنا رحنا اشترينا الثوب جبنا له لبس ثوبه. الإمام عليه السلام وعده بالجنة. العجيب هذا علي ابن حمزة هذا اللي معجبني، يقول ورا كم يوم الولد صار مريض، على كل توفى. اللحظات الأخيرة من موته فتح عينه أنا يمه، قال لقد أوفى ما وعدنا به إمامنا. الإمام الصادق مو قال أنا أعطيك وعد ده أشوف قدام الجنة. ابن حمزة يقول ورا السنة رحت عند الإمام الصادق، بس دخل على الإمام قال لقد وفينا ما وعدنا لصاحبك. شنو قلنا له؟ وفينا بعهدنا، دخل الجنة. عود هو هذا ابن أبي حمزة البطائني يغدر بالإمام اللي البارحة بالليل ذكرت لكم. هاي عجائب. هو يقول أنا جبت الشاب، هو صار سبب هداية هذا الولد الأموي، وهو الذي غدر بالإمام الكاظم عليه السلام وبالإمام الرضا روحي له الفداء. والدنيا دائما امتحان إن شاء الله. أعزائي هاي الكلمة خلوها بذهنكم، من الإمام زين العابدين، واجعل عملي من أحسن الأعمال، خصوصا الأعمال اللي تصيب الهدف. لا يكون أنا يوم عمر صرفت كذا بعد يعني الهدف يطلع هدف فاسد. النية مو لله. أنا تعبت 20 سنة 30 سنة حتى فلان يصير شخصية. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، أشقى الناس من باع آخرته لدنياه، أشقى الناس هذا الذي يبيع الآخرة لأجل كم يوم الدنيا، وأشقى من أشقى الأشقياء من باع آخرته لدنيا غيره. الغير يصير رئيس، الغير يصير ما أدري يفوز بالكذا، أنا أبيع آخرتي. مشكلة بالناس، وما أكثرهم لأجل كم يوم في الدنيا يبيعون آخرتهم لدنيا غيرهم. هسه أنا ذكرت اسم مسلم سلام الله عليه، مسلم بن عقيل حقيقة باب الحوائج، باب الحوائج. أكو بعض أبواب الحوائج منسيين ما نذكرهم. مسلم بن عقيل جربوا توسلوا به سلام الله على مسلم، إن شاء الله الله وفقكم. رحتوا لزيارة أمير المؤمنين، حتما روحوا إلى الكوفة وزيارة مسلم سلام الله على مسلم. مسلم لم يغدر، هذا اللي يكبر بعين الناس إلى يوم القيامة، له قبة من الذهب الأبريز، لأن مو غدار. وين ابن زياد أصلا قبره؟ وين ابن زياد؟ ما ندري في أي جهنم نايم، ما ندري. عليه لعائن الله. مسلم يوم اللي عنده القدرة وعنده السيف، سيف مسلول، وابن زياد ما عنده سلاح. البارحة بالليل ذكرتكم في الجانب، العباس سلام الله عليه لما شاف صفوان ما عنده سلاح ما قتله، ترك. ليش؟ لأنه شاف إيد ما عنده. مو من شيمة أهل البيت عليهم السلام يجهزون على واحد ضعيف، هاي مو شيمتهم. شيمتهم إذا عندهم بطولة بطل مقابل بطل، وجه بوجه. مسلم صلوات الله وسلامه عليه لم يغدر، ولكن ابن زياد غدر. هذا انتم هذا التاريخ. مسلم صلوات الله وسلامه عليه بعد ان تركوه وحيدا، تركوه لدى الهياج وحيدا، مسلم سلام الله عليه طلع من بيت طوع، خلى البيت وراء، فرس ما عنده هو وسيف فقط، كان يدافع عن نفسه. بعضهم كان يجون يقابلوه، كان يأخذهم من أحسمتهم ويرميهم على أسطح الكوفة. شوف القدرة العلوية الهاشمية في هذا الرجل. أول مرحلة 300 إنسان إجوا مسلحين على مسلم، هم ماكلين شبعانين مرتوين بالماء على خيولهم، ومسلم عليه السلام جائعا ضاميا وحيدا غريبا ليس له أحد، ولا راكب على فرس، وشردهم. فابن زياد أمر قال احفروا له حفيرة. شوفوا الغدر هنا يبين، حفروا له حفيرة
وغطوا الحفيرة بحصيرة، وعلى الحصيرة شوي خلوا بتراب ما يبين كانوا أرض طبيعية. مسلم سلام الله عليه بينما يدافع عن نفسه وعن دينه سقط في تلك الحفيرة. لا إله إلا الله. بعد هنا ما يقدر، فضربه شخص من الكفار على شفته العليا ضربة تكسرت أسنانه، سالت الدماء. اجى ايضا هذا الغدر الثاني محمد بن الاشعث بن قيس عليه اللعنه وعلى ابيه اللعنه وسوء العذاب، قال له يا مسلم نحن اهلك، هات سيفك ولك الامان. مسلم عليه السلام قال لا امان للغدرة الفجرة، هو ما غدر بهم بس هم غدروا به، حتى السيف لما اعطاهم كتفوه واخذوه ضاميا جريحا الى اللعين عبيد الله بن زياد. لما ادخلوا دار الاماره مسلم سلام الله عليه طلب الماء. إخواني طلب الماء مو عيب، الإنسان الشريف ممكن إذا طعامه يطلب، ولكن الطعام شوية صعب، واحد يقول أنا جوعان أعطوني لقمة الطعام، ولكن طلب الماء مو عيب. فطلب الماء، واحد من الجنود هناك راح أو العبيد جاب لقدح من الماء، واحد من أفراد عبيد الله بن زياد أخذ الماء وصبه على الأرض، قال له انظر إلى هذا الماء والله لا تشرب منه قطرة، باقي الكلام كلام على كل إن يحرق القلب. مسلم عليه السلام قال له ما أنزلك، تشجد نزل سرد جال مكتف أسير، أنت شي خلصك لو تطيش قطرة ماء. عمرو بن حريث هناك كان راح ملأ قدحا من الماء جاب له. شاءت إرادة الله أن الحسين وأصحاب الحسين يموتوا عطاشا، ولذلك لما قرب الماء من فمه الطاهر أسنان مسلم طاحت في تلك المياه والماء امتزج بالدم. الإنسان الفقيه العالم يعرف شرب الدم حرام نجس. مسلم سلام الله عليه لم يشرب الماء المختلط بالدم، ظل عطشانا، فأمر اللعين عبيد الله بن زياد أن يأخذوه إلى أعلى قصر الإمارة، أخذوه إلى أعلى قصر الإمارة وضربوه بالسيف ضربتين على رقبته الطاهرة، قطعوا رأسه وألقوا بالرأس الطاهر إلى الأرض من أعلى السطح، ثم ألقوا بجسده الطاهر إلى الأرض. شاءت إرادة الله أن تتكسر عظام مسلم كما تكسرت أضلاع الحسين، ثم قطعوا رأس هاني بن عروة وألحقوا جسده برأسه، ثم جاءوا بحبل طويل شدوا رجلي مسلم ورجلي غاني وهما يجران في أزقة الكوفة، جروهما حتى قطعوا أعضاءهما على التراب. أيوا مسلما وسيدا ينجا يا رعاد ليستجير يكون ينجار من شتل حليف الشرف، ينجار مثل مسلم صدج بالحبل، ينجار وتتنام اسب شتل علوج مي، وتتنام وسيب شتل علو، جمي
لما أرادوا أن يقطعوا رأس مسلم توجه نحو الحجاز وقال: السلام عليك يا أبا عبد الله. وسالت دموعه. سيدي أبا عبد الله، هاي أمنيتنا إحنا أيضا، اللحظات الأخيرة في الدنيا نقول السلام عليك يا أبا عبد الله. سلم على الحسين وبكى. قال له أحدهم شماتة، قال له: الذي يطلب ما طلبته لا يبكي. قال: والله لا على نفسي أبكي، أبكي على ابن عمي الحسين غريب كربلاء. إمامنا الحسين وفي، والله وفي. يقول الراوي: يوم عاشوراء لما أصبح وحده في كربلاء نظر يمينا وشمالا فلم ير إلا من قد صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه. صاح بأعلى صوته: يا أصحاب الصفا ويا فرسان الهيجا، ما لي أناديكم فلا تجيبون وأدعوكم فلا تسمعون، أنيام أنتم أرجوكم تنتبهون. ثم بدأ بأسمائهم وبدأ بمسلم. صاح: يا مسلم ابن عقيل، يا هاني ابن عروة، يا زهير، يا برير، يا حبيب ابن مظاهر، ما لي أناديكم فلا تجيبون. هي الصاير وقف ما لعضيد حسين، يا نصاير موقف ما لعضيد حسين، يا نصاير اخفيا ويلي، يصيح عقب عيناكم الميصير، ينصى يا يار علي والحرم تمسي شبيا، علي والحرم تمشي سبيا. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. رحم الله هذه الأصوات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعا. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بباب الحوائج مسلم ابن عقيل، ارفعوا أيديكم نحو السماء 10 مرات: يا الله، يا الله، يا الله،
يا الله يا الله يا غياث المستغيثين يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم من الله مقضية إن شاء الله كرامة لوجه مسلم بن عقيل. يا الله اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم ابعد عنا البلاء والوباء بحق الحسين. يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم احشرنا جميعا رجالا نساء مع أصحاب الحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.